حالة من الاستقرار يشهدها السودان بعد نحو أسبوع على توحيد سعر صرف الجنيه، وسط تشجيع الحكومة للمغتربين وتحفيزهم على التحويل عبر القنوات الرسمية، الأمر الذي يراه محللون مدخلا صحيحا لاستقطاب الاستثمارات الخارجية أيضا. لو استطاعت الحكومة السودانية أن تجذب مدخرات المغتربين بصورة راتبة داخل المصارف السودانية، فإن ذلك يحفز أيضا المستثمرين على فتح حسابات بالنقد الأجنبي وإيداع يعني مبالغ كبيرة جدا داخل السودان. أكثر من 25 مليون دولار هي حصيلة تعاملات 5 أيام فقط في البنوك السودانية التي تشهد إقبالا واسعا، بدلا من السوق السوداء التي لطالما تحكمت في سعر صرف العملة. لكن آراء العملاء متباينة بشأن سلاسة الإجراءات وسرعتها. العملية ما أخذت أكثر من 10 دقائق، فإن شاء الله الواحد حيواصل طوالي إنه حول أي عملة أجنبية في البنك وأكثر أمانا وأكثر سرعة. بالضرورة لابد إنه يكون في أكثر من منفذ أو أكثر من شباك للتحويل. المصرفيون من جانبهم يرون أن توحيد سعر الصرف نشط بنوكهم ووضع حدا للمضاربات خارج النظام المصرفي. كان في تفاؤل كبير جدا من الجمهور لإسناد هذا المشروع، مشروع تحرير سعر الصرف. والآن يعني بأمانة في إغبال كبير جدا جدا ومتزايد ومتطور كل يوم. يعني كل يوم نحن أرقامنا بتزيد، بنمشي نبيع للبنك المركزي. بات مطلوبا من البنوك بحسب محللين الاتجاه للتمويل الزراعي والعقاري والاستثماري أكثر فأكثر، فيما يقول آخرون إن الحكومة مدعوة لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية لهذه المصارف. ويبدو أن الإقبال الحالي على التعامل مع البنوك والصرافات إن لم تنشأ عوائق سيجفف رويدا رويدا السوق الموازية ويحول مسارها من جديد إلى داخل النظام المصرفي الرسمي. خالد عويس، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.